الحقيقة إنه مالنا غير الله. مالنا غير الله. سبع سنوات مرت على غياب أبرز قادة الثورة السورية الثائر المقاتل عبد القادر الصالح، وهذه أبرز محطات حياة حجي مارع. ولد في بلدة مارع بدواحي حلب ونسب إليها مع بداية الثورة السورية المسلحة، وبسبب شهرته بتواضعه واتزانه اختاره الثوار في حلب وضواحيها قائدا عسكريا للواء التوحيد، وهو أكبر تشكيل عسكري يضم آلاف المقاتلين. يا أخي نحن مالنا معارضة. شو؟ نحن ثوار نسعى لاستقلال بلدنا من هذا النظام الدكتاتوري، لتحرير واستقلال بلدنا من هذا النظام وهذا الطاغية. لم يكن الصالح متحدثا سياسيا، ولم يكن يستخدم مصطلحات أكاديمية في لقاءاته على المحطات الفضائية، لكن كان يمثل مطالب السوريين بأبسط العبارات وبلهجة السوريين المحلية. إيش نسوي؟ كل الدنيا متقاربة علينا. قاد حجي مارع معركة تحرير حلب، وعند السيطرة على المدينة عرض على وفد المجلس الوطني المعارض الذي زار حلب المحررة برئاسة المدير المالي للمجلس حينها سمير نشار، عرض عليهم تسليمهم المدينة، لكن المجلس الوطني لم يستجب وبقي مقره خارج الأراضي المحررة، مما أبعد المجلس الوطني ومن بعده الائتلاف السوري المعارض عن الشعب السوري الثائر. لا تخافوا، لك ما حدا موت إلا بعمره منتهي الأجل. طالب حجي مارع بالديمقراطية، وصرح أن على الشعب السوري اختيار من يمثله بحرية، ورد مرارا وتكرارا وفي كل مناسبة على من يتهم الثوار بمحاربة الأقليات السورية. يا أخي من كتر ما العالم صارت تحكي على الأقليات صرت أتمنى أصير من الأقليات، ما بسمع غير الأقليات والأقليات. يا أخي والله الأقليات رح يعيشوا حياة أطيب من الحياة اللي عايشينا في ظل هالنظام هذا، ونحن نحترم حقوق الأقليات ونراعي مشاعر، وإلى الآن ما ظهر ولن يظهر إن شاء الله أي تصرف يهين الأقليات أو يهضم حق أي منهم. إضافة إلى معارك مدينة حلب، شارك حجي مارع في معركة القصير بريف حمصة، وبمعارك أسفيرة في ريف حلب الجنوبي، وفي معارك مدينة حماه السورية. وفي 15 من تشرين الثاني نوفمبر أصيب حجي مارع بغارة جوية استهدفت مدرسة المشاة في حلب، وأعلن استشهاده في 18 من الشهر نفسه، ودفن بقبر حفره بنفسه في بلدته مارع. عبد القادر الصالح أبو محمود حجي مارع هي ألقاب رجل مناضل يمثل كل سوري ثائر، ويمثل مطالب الثورة السورية التي تسعى للحرية وإسقاط النظام الديكتاتوري المجرم. حجي مارع راح على الجنة راح بشار قاتل شعبي هالابن السفاح.